أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس 60 دقيقة فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نشرح كيفية عمل بوستر دعائي لفيلم رعب. طبعا عندنا هذه الصورة وراح نحولها إلى بوستر دعائي. في البداية أنه عادة ما تكون بوسترات أفلام الرعب هي باللون الأسود والأبيض، وممكن يضاف إليها اللون الأحمر مما يرمز إلى الدماء. طبعا الأسود والأبيض يرمز إلى الرعب والخوف في العادة أو الحزن. فحتى نعمل هذه الصورة إلى بوستر دعائي لفيلم رعب لابد أنه نحولها إلى أسود وأبيض. طبعا حتى نحول الصورة إلى أسود وأبيض عندنا عدة طرق، من ضمن أفضل هذه الطرق هي الجريدينت ماب. فنجي إلى Adjustment Layers، وطبعا نجي إلى Gradient Map، وراح نجي نضغط على هذا الخيار ونختار هذا الخيار اللي هو الأسود والأبيض هذا طبعا، وليس هذا الخيار اللي هو الأبيض بالأسفل والأسود بالأعلى، ومن ثم أوكي. راح نحاول زيادة العتمة من خلال إضافة Adjustment Layers Level. نجي إلى Level، وطبعا اللون الأسود نخليه إلى اليمين، واللون الرصاصي أو الرمادي نخليه بهذه المنطقة. جيد، الآن راح نضيف Brightness and Contrast. مثلا هذا الخيار راح نخليه بهذه الطريقة بهذا الشكل، مثلا ممكن يكون بهذا الشكل. الآن راح نضيف Adjustment Layers Solid Color، وراح يكون طبعا باللون الأسود، ومن ثم OK. طيب الآن راح نعكس الطبقة بالمقلوب بحيث تكون اللون الأبيض هي السائدة حتى تبين الصورة. نحدد الماسك ونضغط على Control وحرف I، راح تتحول بهذه الطريقة. طبعا عندنا باليمين راح تكون الطبقة باللون الأسود. نجي على أداة البراش، وطبعا نضغط كليك أيمن، نتأكد أن الهاردنس صفر، ضروري أن يكون صفر، وطبعا نكبر قيمة معينة وليكون بهذه القيمة مثلا بهذه الطريقة. جيد، الآن راح نجي نخفي جميع هذه الأماكن، نخلي فقط منطقة الوجه ومنطقة اليد. طبعا نجي نرسم بهذه الطريقة، ضروري أن البراش يكون باللون الأبيض، وطبعا نحدد الماسك، وطبعا نجي نرسم بهذه الطريقة. طبعا ضروري أنه هذه المناطق كلها تكون باللون الأسود. طبعا نرسمها بدقة حتى يكون الرسم دقيق واحترافي، يعني ضروري أنه ما نستعجل لأن هنا راح تبين عندنا جميع العيوب. طبعا نرسم بهذه الطريقة، وضروري انه طبعا يكون الرسم دقيق، وننتبه الى جميع المساحات يجب ان تحول باللون الاسود بهذه الطريقة. الان ممتاز. طيب نجي إلى هذه المنطقة، هذه اللي هي منطقة الشفاه، راح تكون باللون الأحمر حتى تنطي صبغة للصورة. طبعا نجي إلى هذا الخيار اللي هو Gradient Map، اللي هو كان بتحويل الصورة إلى أبيض وأسود. طبعا دا نجي نخفيه، هكذا كانت الصورة. طبعا نجي نحدده ونختار اللون الأسود للبراش، وطبعا نصغر البراش، ونجي نرسم على منطقة الشفاه بهذه الطريقة. هذه الطريقة نجي نرسم إلى منطقة الشفاه. جيد، جزء السفلي أيضا. أيضا هذا الجزء. ممتاز، الآن إذا نجي نلاحظ أنه أصبح عندنا بهذا الشكل،
فقط نتأكد إنه هذا الجزء هو من ضمن الشفرة. لا أيضا مو من ضمن الشفرة. ممتاز. الآن راح نضيف الإكساء الخاص بالرعب، طبعا أيضا راح يكون مرفق مع هذه المحاضرة. طبعا هذا هو الإكساء، راح نسحبه ونخليه بهذه المنطقة. طبعا نحاول إنه نقلبه يكون بهذا الشكل، ممكن طبعا يكون بهذا الشكل بأي يعني زاوية، ولكن ضروري إنه يكون زاوية يعني قائمة، أقصد بأي اتجاه. نخليه مثلا بهذه المنطقة، ممكن نزغره طبعا، نخليه بهذا الشكل. ممتاز. الآن راح نرفع الإكساء أو التكستشر، نخليه بالأعلى. جيد. وراح نضيف له ماسك ونجي إلى البراش، وطبعا نتأكد إنه لون البراش أسود، وطبعا راح نمسح من بعض المناطق، هذه المنطقة مثلا بهذا الشكل. جيد. ممكن إنه نمسح من هذه المنطقة. ممتاز. طبعا اذا لاحظ انه الاكساء اصبح بهذا الشكل، طبعا ممكن انه نزيد من الاكساء بهذه المرحلة. جيد. طبعا اذا لاحظ انه الصورة هكذا كانت وهكذا اصبحت، طبعا ممكن نضيف النصوص والرسومات البسيطة بحيث يكون بوستر جاهز للدعاية. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.